السلام عليكم البنات، في فيديو جديد اليوم جينا نديرو مع بعض لاكيش. هاد الوصفه تاع لاكيش راح نسبقو نديرو لاباط باش نخلوها تروبوزي شويه، نخلوها نص ساعه تروبوزي. هاد الوصفه واش نحتاجو؟ عندي 250 غرام تاع الفرينه، عندي 100 غرام تاع الزبده، صفار بيضه، 4 مغارف كبار تاع الماء، وعندي الملح شويه ملح، واحد القرصه هكا رقص 4 مغارف صغيره. بسم الله نبداو. نبدأ واش نديرو؟ نديرو الملح، نخلطوه، نضيفو الزبدة، نبسوهم مع بعض غير بصبعتينا، ما نعجزو ما نعجنوش، نبقاو نبسو هكايا كشغل مقص نديرو. وهاني كيش هادو تاع الخضرة، راح نديركم تاع الخضرة، راح نديرو شوية بطون. لي كيش تاع الخضرة كنت شاركتهم معاكم في الفيسبوك العام لي فات، بعد العام لي فات واقل، وكامل عجبوهم. يجو بزاف بنان ويجو زاكيين، يخرجوا كميه كبيره، وبلا ما نحكوا على القيمه الغذائيه تاعهم. الخضره راكم تعرفوا كاين بزاف ناس ما يحبوش الخضره، ما عليكيش راح تنتكل ان شاء الله وراح كامل تعجبكم. ضيفوا الصفار، نخلطوا كيف كيف بنفس الطريقه، ونطمو بالماء. دوك 4 مغارف تاع الماء اللي قلت لكم عليهم حتى تتشكل كرة. نتحصلوا على عجينة هكا، نغطوها نحطوها في كيس بلاستيكي ولا في الفيلم، نغطوها بيان. نخلوها تروبوزي نص ساعة كيما قلت لكم. دوكا واش عندي؟ بون انا هنايا قلت لكم كيش تاع الخضار تما لازم يكونوا كاينين خضره. عندي هنايا حبه قرعه ولا زوج حبات يكونوا متوسطين، ولا زوج حبات يعني قد الزروديه، قد القرعه قد البطاطا، وكامل قطعوهم صغار وقلوهم. انا خطرة اللي فاتت نهضتها قلت لكم في فيسبوك، درت لها باذنجان تاعني، هذه المره ما درتش. الوغ شنو عندي؟ راح نزيد نقلي الدجاج مع الخضره هذه، راح نديرو شويه دجاج. الوغ واش راح ندير؟ عندي شويه زيت باش نقليه، نديرو الدجاج تاعنا، نتبلوه برك شوية في الكحل شوية ملح، وراح نزيد نديرلو هنايا شوية توم بودرة. ملح نقليه، غطيتو انا كما راكم تشوفوا باش يطيب و مينطون يتحمر. بعد ما ارتاحت العجينه يا البنات، دوكا واش ندير؟ نجيبو شويه فرينه نفتحو العجينه تاعنا، نستعينو بالفرينه ونفتحوها. دوكا انا عندي هادوما، كل واحد يدير يعني ليمون اللي عنده، عنده لي باسات مدورين اي بلا كبير، تقدروا ديروا وين حبيتو. نرشهم هكا شويه برك بالفرينه شي حاجه، ناخذ العجينه، العجينه ما تحلوها لا رقيقه بزاف لا خشينه بزاف، شويه شوية من الفوق، ونهبطو الأطراف. هاد لاباط لي قاعدة فيها هكا نلمها برك هكذا، نعاود نخبيها في صاشي باش تروبوزي شوية، باش متوليناش كاين فرق بين هادي اللي فتحناها وعاودناها يعني تولي مخدومة، وبين هادوما اللي درناهم دوكا. نخبوها في كيس بلاستيكي اللي درناه فيه من قبل، نجو نسقموهم هكذا عليها،
ونحددوهم كما ما نقول لكم على الاطار، نحددوهم بيان من تحت ونحوز زايد من هكذا. نحطها تاع الموس توجو نخدمو نحو كامل زايد هكدا ونتقبوها. دوكا راح نخدمو لاصوص فرماج. بالنسبة لاصوص فرماج عندي كاس تاع الحليب راح نديرو، عندي نص مغرف تاع مايزينا ونص مغرف تاع الفارينة، تقدرو ديرو غير الفارينة ولا غير المايزينا. نخلطهم مع بعض ونضيفو حبابيض، حبابيض هادي راح تعطيها لون شباب وبيان سور تعطيها بنة، شوية ملح ماشي بزاف باسكو ديجا راح نديرو الفرماج. نشوفو الكحل شوية جوز الطيب، مام في اللي كيش تعرفون راح نديرلهم شوية جوز الطيب مكتروش باسكو قلت حقا صح. نخلطو كلش نحطوهم على النار حتى تعقد، كي تبدا تسخن شويه مازال ما تعقدش نعملها الفرماج باش يذوب معاها. راكم تشوفوا بدات تسخن، دوكا نديرو الفرماج، نديرو واحد 6 حبات هكذاك ونقعدو نكملو نخلطو. هاي ليك عقدت سي بون، ما تكونش بزاف بزاف عاقده باش ما تنشفليش هذوك الخضره تاعي هكذا بركات هذا. كنضيف هكا مغرف ماشي معمره كبيره تاع الزبده ونخلطها هكا معاهم. هاي لاصوص تاعنا واجده امامكم. شوفوا هنا البنات راني طيبت لي كيش تاوعي كما راكم تشوفوا. في هادو تاع الخضره لازم نطيبو فيهم لاباط باسكو علاش دوك كي نديرو لاكريم وكامل نديرو لاصوص نديروهم يتحمروا غير من الفوق، باغ كونطخ هادوك لي راح نديرهم بالطون فيهم البيض الداخل ولا كو تعرفو البيض لازم يطيب داخل الكوشة مع الحليب وكامل، يتسمى هادوك يطيبو مع لاباط. دوك نفهمكم دوك هادو ما نخليهم يبردو شوية مع بيض أخرى. سيت مدرتلهاش فخوماج غافي، لي ما عندوش فخوماج غافي ما يديرش، على كل حال حنا حنديرو فيها من الفوقا كيف كيف، لي ما عندوش ما يديرش من الفوقا. هاد لاصوص فيها البيض يعني راح تحمرهم بلا هذاك بلا الشيطان، بصح الشيطان كيما نعرفو الفرامج يبدو بدنا ما نكذبوش، في لي كغاطا في هاد لي كيش وكامل لازم فخوماج غافي. نزيد نخلطهم شوية شيدار ولا تشاكفا تسقسوني فخوماج لي نخدم به انايا، انا نخدم بالشيدار وبموزاريلا ماشي دايما يا هذا يا هذا، انا هذا الشيدار مشي تاع الميزان وموزاريلا راني جبتها لكم باش تشوفوا الموزاريلا لي نخدم بها، تشاكفا تسقسوني عليها هاودي شوفوها هاي ليك الموزاريلا، كاين هادية وكاين اللي تجي الساشي تاعها تشغل تجي دي بول داخل 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 الماء، هاديك ثاني بزاف هايلة، هاديك هي اللي درت بها هذوك الكرات هذوك الباني الباني فخوماج بالدجاج درتو بهذوك. نحكم دوكا ريسيبيون واش نديرو فيه، نديرو فيه الخضرة تاعنا، لي ما يحبش الخضرة أي نوع من الخضرة ما يديروش، يعني كل واحد والبو تاعو. نديرو عليها هاد لاصوص نديرو ونشوف الى سي بون. نديرها كامل يعني هداك الكاس تاع الحليب درتو كامل. نزيدو نضيفو داك الدجاج نخليه حتى يتحمر هكذا،
وكنجي نعمرهم. وكنجي نديرو الجبن المبشور من الفوق. دوكا باش نبدا ندخلهم يتحمرو، كيتحمرو نعاود نوليه. دوكا تاع الطماطم شحال ندير؟ عندي زوج حبات تاع البيض نخلطهم ونزيد ندير لهم بطاطا في زوج. عندي كاس حليب، دوكا نديرو دو بواط تاع الطون، جست طيب كما كنت قلت لكم من قبل. ما كتروش بزاف باسكو بنتها بزاف قاصحه. عندي فرماج، تحبوا ديروا الفرماج يعني على حساب واش تحبوا نتوما، قولي تحبوه نتوما. تحبوا ديروا فرماج بلون تقطعوه مربعات، تحبوا ديروا كما انا دوكا درت هذيك الموزاريلا اللي وريته لكم، يعني كل وحده ديروا واش عندها في الدار وتقدروا بعد تستغناو عليه. دوكا نجي نعمرهم. هادو ما كيما قلت لكم هادو ما طيبتهمش هكذا. نمزحها هكا بوختو. غادي ندير لهم كيف كيف شويه فرماج غافي كيف كيف ندخلهم يطيبوا. بصح هادو شنو ندخلهم يطيبوا من التحت ومن الفوق باسكو علاش لاباط ماهيش طايبه. هذا ما كان دوكا كملت كلش. كيما قلت لكم ندخلهم يطيبوا ونجي نوريهم لكم كامل في صحن التقديم ان شاء الله. هام ليك هادو ما هم وجدوا. هادو ما تاع الخضره راهم تحمروا، درتهم في طبسي. هادو ما كانوا لي كيش تاع الطون. بالنسبه للي كيش نسيت ما قلت لكمش من قبل بلي تقدروا ديروهم بلا بات فيتي. اللي حاب ديرهم بلا بات فيتي تقدر ديرهم بلا بات فيتي. كيما العاده توجور نقول لكم ما تنساوش ديرنا جيم في الفيديو، تبارطاجيوها وبقاو على خير. نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. سلام.